محفوظه. لا هاي الماسك عندنا نقطعها مع ثيوب كذا. هلا يجي التركيب، نعطيك تركيب هاي الماسك نحطه. محمد هذا الماسك لاجي معين هلا صغير هذا العدد ادلت ميديوم هذا في لارج كبير كمان في عندنا لبديات كمان صغير حجم بس اذا الواحد يعني كان مستعجل ويعني صحيح بغطي الاشياء هل تمام تركيبي مع التيوب اللي موجود عندنا هون. يعني بحكي للناس انه افرض انك انت كنت يوم بهالمركز لحالك او هالممرض راح تصلي او دبر وجات كيف فمش خطر واحد يتعلم هالشغله كيف هلا ركبنا استطيع العميل مش هل احط كمان الماده الصح مره ثانيه كيف ركبنا اذا بحب لانه هذا لكل مريض هذا صح لا 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 تسبسب لا مستهلك هذا بحب حدا يركب حدا يشوف يجرب يجرب هذا بعد لسه ما حطيناش احنا المادة لسه ما حطينا المادة هذا هاي الأساسية البداية تمام بنوصلها مع ايش جق بوصلها تمام هلا عندنا المادة بنحطها البنتمين بالعادة الأدلت اللي هو فوق ال 12 سنة بالعادة احنا كهون عندنا بنحط واحد من بنتولين مع اثنين او ثلاثة من نغمة صلاة واحد ام ال اللي هو تقريبا قلنا 5 ملي جرام 5 ملي جرام والله شوف وين محمد جيب لنا شوف كيف بسحب يعني افترضوا ان كنتم موجودين بالضبط قلنا نسحب هذا نغمة صلاين عندنا وهي المادة بنتولين طبعا هاي الاكسبيري تاعها بعد الاوبن تاعها 1 مانث بس يعني بشكل عام كل القرارات صارت زي ترى 4 أسابيع بعد ما تنفتح طيب هاي هاي مكتوب سالبيوتامول 5 ملي جرام بير ام ال فبناخذ احنا للكبار ناخذ 1 ام ال صحيح والصغار اللي طبعا بالعاده انتم بتعرفوا اللي اقل من 12 سنه اللي هو نص مل اللي هو 2.5 ملي جرام تمام هلا نفتحها قديش ثمنها هاي تقريبا غالي؟ 3 دنانير كامل قديش كم ام ال فيها؟ هاي 20 مل 20 يعني الام ال بيطلع 20 قديش اسحب يلا هسه سحبنا هي 1 مل هاي سحبنا 1 مل منها نوجهها مشان ما تنحط هذا تمام بعد ما تنفتح طيب هاي هاي مكتوب سالبيوتامول 5 ملي جرام بير ام ال فبناخذ احنا للكبار ناخذ 1 ام ال صحيح والصغار اللي طبعا بالعاده انتم بتعرفوا اللي اقل من 12 سنه اللي هو نص مل اللي هو 2.5 ملي جرام تمام هلا نفتحها قديش ثمنها هاي تقريبا غالي؟ 3 دنانير كامله قديش كم ام ال فيها؟ هاي 20 مل 20 يعني الام ال بيطلع 20 قرش اسحب يلا هي سحبنا هي 1 مل هاي سحبنا 1 مل منها نوجهها مشان ما تنفر هذا تمام هسه بدنا نسحب من النغمة الصلاين هاي نغمة الصلاين نسحب بعد مثلا نضغط زي هيك مع بعض ايوه هاي عندنا نص الاربعة هاي اربعة تمام الان اوجهها نشيل النيدل طب محمد اثناء هاي نقدر نحط المريض على اكسجين لحاله على ما تجهز حالك بصير اذا كان بحاجه خاصه اذا كان سكر بصير هلا احنا عمالات السرعه من السرعه مشان اذا ما قدرت تلحقه بشغله معينه بتحطها مباشره ولكن عمالات الطريقه العلميه بحكوها بالكتب انك تفتحها وتحطها هيك حط يعني. سعادتي تقريبا يا دوب يا دوب يعني ها تقريبا 50% معبي الان احنا بنسكرها سكرت هيك كويس تمام او من فوق قلنا بصير من فوق اذا للسرعه يعني تمام هسه يا بنحط على المريض باسلوب هذا هيك يعني بس انت بعد او تقعد انت زي ما بدك باسلوب هذا هيك تكون على النوز هاي حديدة كاملة حاطين وهي فوق أذانه مشان نثبتها تحملها هكذا الآن يوم نشغل الأكسجين
شلون سجال العجل؟ على اساس قلنا ما بدناش نوصلوا 100% مش هيك؟ قديش بالعجل نحط محمد؟ احنا بنبلش من 5 ل 10 اذا اذا بدنا نزيد نسبه هذا الاوتوم نزيدها بنسويها مثلا 7 زي هيك ببلش يطلع عندنا بخار تاع النار 7 يعني 7 لتر بير مينت ايوه 7 لتر بير مينت بالعاده الاطفال بنحط اقل شوي خلص ما بدناش هاي بتخلص خلال شايف المادة هاي السائل هذا هذا السائل اللي شايفينه هذا بعد يمكن 10 دقائق بيكون كله توفر راح بيكون كله طلع هاي المادة بحب يجرب كيف بدايات اول خطوة طبعا